يا عروس تلقاه يقولون بالعراق يقولون احد امهاتنا يقولون جابوا وليدها شهيد يقول قاتلهم لا يشيلون النعش خليه اريد اسولف ويا ابني نفس ما سولف رمله ويا القاسم وش تقول له؟ تقول له يمه يا شيال النعش لا تشيله لا تشيله ترى فراق الولد ما بيد حيله يمه يا شيال النعش برا دخليه اريد اشبع بوارك والطم علي يمه يا بعد القاسم.